مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا لحلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي. فيها رح نقوم بجولة على آخر أخبار الطلاب. البداية مع جان وسكينة، وإذا حابين تتعلموا تقنيات لعب البليار شوفوا كيف جان عم بيعلم سكينة اللعب. تعالوا رح نلعب بليار. جبت الكف السحري. طب ليك وشو صاير؟ لقولك ما في غير لأنه ما بروح بلعب مع الحياة يعني. يلا يا رنا يلا. شيلوا شعراته لفوق. تمشى على الفلاكوت. هلا هون اطفال ست الموسيقى. نطلب تاكسي؟ رنا قومي. طلبي معي انا شوي. وانا كمان عايزه انام، بس اذا نمت هلا حضل اربع ساعات ولا لا؟ لا روحي روحي، انا نص ساعة بس مش اكتر. بدي اتحرك شوي. اوكي. روحي العب مع جون شوي قليل. مش عايزه العب مع جون انا. على الشوب والله جسمي عم بيعطي حرارة. لأنه شوب عن جد الحرارة 26 الاي سي. طب ما تقرب لي اوكي؟ لا مش منك عم بقول شوب لأنه شوب الحار شوب. الجو. تعلمي. خيفين عليك ما تطير فيك. بعدين. حبيت الاتيتيود تبعك على المسرح. أنا كمان. حبيتني. لا. شو هلا؟ ضربي على هودي. بس لا حلو ماسكة ستيك عن جد مش عم بمزح. والله بتتمسخر. والله مش عم بتمسخر. تعرف كيف بتلقط زينب بتعمل لي هيك زينب. ما عندها اكليبر. هو رنا كأنها بتاكل سوشي. بس رنا منيحة منا عاطلة. بس رنا اوقات ما ادري شو بصير ما بتقعد على الطاولة بتلعب. هلا لابس لي ليغون يعني هذا الجوم كثير منيح لانه بتزحلق ستيك عليه. والله ما كنت اعرف. لا في ستيكات ما بيجوا هيك نعم بيجوا خشنين يعني بصير تعلق بالايد فالجوم هم هيك مزبوط 100% حتى الضربه مزبوطه يعني ما بتسك. هلا جيت قال لي انا بعرف بس مني واو بعرف. هلا شفت بحالك يعني. شفت بحالك شخصتك. انا ما في لعب معي بقى. هيدي ما لك غير هيدي. كيف؟ 14. بتعرفي تضربي ال 14 من هون؟ هلا 14 بتعرفي تضربيها من هون؟ من الجنب يعني؟ مالي مالي كفي. لا ما راح تزبط. ضربيها من هون قد ما فيكي بس صبيها عشوي يم بدها عشوي بعد هيك هيك. حلل الطابة ليك الطابة كيف جاي يعني اذا بتضربيها بالنص بتروح لهي الميل فمجبورة تضربيها شوي من هي الميل شوي لتجي. يعني هيك ما في عين انا بدي اشوف ما في شوف انت كيف عم تلعبي هيك ايه هيك لازم تجي مع افيه كمان افيه يعني شايني اضربي اضربي على اثنين اثنين بس بطريقه شوفي كيف بطريقه خلي اثنين دل جايب هون جوست جالسه يعني اضربيها من هون مش تضربيها زياده كرمال تروح هيك يعني كرمال تكرج ايه كرمال تضرب بالعشر اكزاكتلي ويا الله عن جد قوي سكاين عن جد سكاين ايه جان اتصل بوالده يلي بيصادف عيد ميلاده ليتمنى له اجمل الامنيات، فشو ممكن تكون الهديه يلي طلبها والد جان منه؟ بتعقد بتعقد حبيبي شو بدي اقول لك الله يوفقك العالم كله كله معك والله العظيم يعني بيكبر قلبك لما تطلع تشوف العالم شو بتبعت لك كومنت، هلا في ناس بتبعت كومنت مش منيحه بس في 1000 واحد بيبعت كومنت يعني على طول كل انسان ما حدا بيرضي، في ناس هيك في ناس كثير وسلمنا على اصحابك عيادهم كلهم وبوس لي اياهم وبوس لي سكينة ومحمود وشدي حالك يا محمود قال له وزينب ورنا ورنا كمان وزينب كلهم انا بحبهم انا قلت لك بالفيك انه انا بحبهم وهو عن جد بعقدوا كلهم اوكي حبيبي اوكي انتم كلكم فنانين وانا بحبكم قد الدنيا وشو بدي اقول لك بعد ويلا دير بالك لحالك يا خيي ايه اوكي يا قلبي الو ايه ايه حبيبي شو بدك تخبرنا؟ ما في شيء رايقه بدي عيدكم وعيد لي شربل ونبيل ما قدرت احكيهم ايه خلينا اياك وانتبه على امي وسلم عليهم وعيديك ايه رح اقلها لامك
والجاكي والاختك ايه عايد لي عايد لي اياهم واولاد اختي وصهري كل الفانز تبعك بيعايدك ايه عايد لي اياهم كمان انا بتعرف انا عيديتي كلهم عم بيهدوني هدايا بس انت ناطر هديتك هدية عرفتها؟ ايه ايه بدي ستار انا حبيبي اوكي يا قلبي كلكم تستاهلوا بس انت مع هذه مسابقه لازم انت تجيبها ان شاء الله خير كيف حالك هلا بالغنية حظهم فوت الغنية حظها كثير اوكي يا قلبي ما قحش طيب يا بنت الو الو ايوه ماما ايوه محمود ازيك الحمد لله تمام وحشنا خالص والله انت اكتر ماما وحشني خالص يلا مبروك وبارك الله يبارك يا رب البنين فاضيين يا رب الله يبارك فيك زينب جنبي بتسلم عليك على فكره مين زينب جنبي بتسلم عليكي سلمنا عليها خالص خالص وعلى سكاني خالص سلمنا على سكاني وسكاني خالص يا محمود يوصل كله يوصل حاضر وصل ماشي عليهم كله وعلى كل اللي عندك يوصل يا ماما حاضر ان شاء الله محمود والنبي شد حيلك يا محمود خالص في الايفان اللي جاي ها هشد حيلي حاضر شد حيلك يا محمود ايوه ماما عم تقول شد حيلك يا محمود الايفان شد على حيلي خالص فيه هشد حيلي ان شاء الله ما هو اخر ايفان اللي جاي على فكره ما فيش ايفان ثاني بعد كده ما تخافيش ما تخافيش اللي جاي اخر ايفان لو ربنا كرمني وعديت منه يبقى خلاص كده في الفاينل ان شاء الله اخويا عبد الله بسلم عليك يا سبيك مين؟ اخويا عبد الله ماما والله؟ الله يسلمك سلموا عليا؟ امي وعليكي بس عبد الله بيقول لي سكينه بالذات سلمني عليها يا انا عنده كم سنه؟ عبد الله عنده 13 سنه يا لولو يا حبيبي ماشي يا عبد الله مع اني اسمك حلو غالي عليا ميرسي يا عبد الله يا حبيبي ايوه كانت تنفعك يا حبيبي واحلى سلام المعجب واحلى على فكره عبد الله بيسلم عليكي برضه يعني مش لا يا حبيبي انت قلت لي بيسلم على سكينه عبد الله امي بتسلم على سكينه وعلى عبد الله سمعتك يا عبد الله وعلى ارانا قصدي سمعها سكينه على عبد الله ماما توحشك دايما هيا توحش بزاف انا كندعي معاك خدمي مزيان تانكي طفا ديري كل ما في جهدك تانكي طفا يلا بنيتي الله شوفي كل شوفي شي حاجه على حلقك سلمي لي على بابا بزاف واخا شوفي فين بخدمي مزيان خدمي دايما هيا ماما فال واحد حفظي حفظي تانكي طفا عندي جهدي والله الو 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 خالص فوزوا الو ماما صافا صباح لي بدي ديالي راك نشوفك ناقصه مع عرفات شتي ديك الحفله اللي درنا انا ورانا كوني متفائله بنتي متفائله خير ان شاء الله راني فان ديال كلشي كيصوتوا ليك وراه المهم العالم باسره كيعيط لنا في التليفون ديالنا ما كيسكت وعيسى وزكي وميسى وماريا انت زكي كيهضر معاك ياس غير تصا غون بونجور يا سوتيا وكل شيء سلمي لي على زينب وعلى رانا وقول ان شاء الله تهي بالتوفيق وعلى محمود وجون وسلمي لي وشكري جورج على البارتنير ديالك غون بليزير وانا وجون تبدلنا ولينا مزيانين مع بعض وي بيان سي غير سامسي ان غون بليزير حبيبتي تعالي جنبي وي كلمت امك شنو قالت لك ماما؟ قالت لك ايه؟ قالت لي الناس من جميع العالم قالت لي العالم ضحكوها في التليفون بيقولوا لها يعني مبسوطين لانه شافتنا بنعمل الحركه بتاعتك شافتكم بتعملوا ايه؟ قالت لي والله شايفاكم كده يعني نشطين و ايه يعني حلو الحمد لله وقالت لي انه عيسى بيكلمها وزكي بيسلمها عليها انا امي بتقول لي طاهر ومنى طاهر ومنى على طول بيتصلوا بيها بالذات طاهر بيتصل بيها ومنى تحيه لعيسى عيسى ليكو طاهر ومنى ليكو منى طاهر ابدع ابدع عبودي عبودي عيسى طاهر صعودتي يا صعودتي يا صعودتي ماريا ماريتا انه غني وكسر مصعب حبيبي يا مصعب اول بريك بحاله الليل مشاهدينا وبنرجع عودة إلى متابعة أخبارنا لأول مرة بالأكاديمية بيختلفوا سكينة ورنا فهل سبب المشكل كبير أم الستريس بيخلي الأمور البسيطة تتحول لمشكل؟ منتابع سوا نحن وياكم هالروبورتاج خاص بيهم هنا مش هاكل منهم مين؟ عبد الله أنت مالك تعالي شوف أنت عاملة إيه
يلا بونوي. مالتي ايه؟ تعالي بصي هنا وبصي هنا وتعالي. سوري. دايما تسيبك وراك الكارثه. تعالي. عامله زي رحاب. عملتي ايه؟ تعالي بصي وبصي. ما هو يعني اعملي لي حرام تدوس عليه في الارض. انا بص عليه. ويك ويك. حرام حرام. رنا بتدوسي على اكل. اي اكل؟ هيدا بتاكليه انت رح تاكليه هلا؟ يتلم حرام لما اوكي حيتلم حيتلم زي الخبز اللي بيكون هنا بيتلم بيترمي في الزباله. معلش يا رنا براحتك. انت لا تشيلي زباله. خلص زعلت رنا هلا. مش زعلت انت بنت غريبه. يا والله العظيم لقيت تقفشي كده بتدوسي بشوفي حرام. رنا خلاص براحتك انت حر سيبيه دوسي عليه. مش بس بقول لك بس المفتات هيدا يعني بحطه للحمام بياكل انا بالبيت بس ما راح اربيه بالزباله. خلص هالقلب على فرقتك يا زين. يعني عم تقولي لي هيدا والخبز امبارح صار له يومين وهو بعدين ترمى في الزباله. خلص بيتشل وعدا عليا وفاء. فتات يعني مش خبزه قاعده. لو تلمحك هالعين بس تدفع جاني انا في ناس حيتفهموني غلط بتدوس على الخبز. فيك شيء غلط انت هالايام. انت اللي فيك شيء غلط اقسم بالله. انت مش انا في تصرفات غريبه ولما بعلق بتضايق. لا انا انت هلا صرتي تشوفيني انه انا تصرفاتي غلط. ايوه غلط لما يكون في يعني اكل في الارض مكان ما كنت بتاكلي تروحي دايس عليه. غلط ولا مش غلط؟ المفروض الطبيعي اللي يحصل انه يتلم كده اهو كده اهو كده اهو عشان ما حدش يدوس عليه ولا ايه؟ شو لما يكون في حاجه تانية. انا اخر مره لان مش اول مره لما اقول لك على حاجه تتنرفزي فسوري انا اسفه مش هعلق لك على حاجه تاني. والله مو طيب يلا اللي عاوزه اللي تشوفيه يا رنا. انا مش شايفاها قد يعني ما بعرف انه يصير في خناقه او سوء تفاهم ما ادري ايش. ما تحكيني كل اليوم عشان فتات بحطه للحمام انا باللي يا رنا خلاص بليز. خلاص انت يعني صرت ثلاث شهور هلا بالاكاديمي. هلا انت شفتي لي برنامج فتات عامله قصه سكينه مش عملتي فيه قضيه. رنا رد فعلك غريب. انا رد فعلي غريب ولا انت يا رنا؟ يعني كل اللي انا قلت لك سكينه تعالي شوفي انت حرامي يا اما كانك وش ليه. ده اللي انا قلته. ايه اللي انا قلته غلط؟ ما اعرف. طب انا شفتيني زعلت ولا ايه؟ انا قعدت بالعكس بضحك. اوكي قلت لك خلاص تصبح على خير. انا مش رايقه يعني ما. خلاص انا زي زفت سكينه. اوكي ايه؟ انا زي زفت حبيبتي. انا ردود افعالي وحشه وانا نيله خلاص. طيب ليه بتقولي انا قلت لك يا رنا انت زفت؟ انت اللي بتنطقي الكلمات اللي ما بعرف ايش. رنا 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 ايه عملي حالك نايمه. ايه يلا هلا عصبت وعملتي لي هالحركات وما بدري ايش وهيك انا اللي مستغربه انه صرنا ثلاث شهور اقسم بالله واوقات الخبز بيبقى هون ست ايام يعني وما حدا بيتكلم. هلا فتات يعني صغير ما بعرف شو صار. بدك بس تفتشي خلقك فيه ضربيني او اعملي لي اي شيء. اوكي انا رايحه خلص زعلت البنت راح تكلمني بعد شيء يعني بعد الفاينل. فكره انا مش زعلانه والله انا اصلا ما بزعل من هيك اشياء. اي هوب يا عرفتي يا بلندي. يلا يا سكينة في حاجات هنا ده. طب قول لي فوق في غسيل وما اعرفش ايه.
وجاي نعترف ان انت جربانيك. ازاي جربانيك؟ يعني كل شويه تسيبي حاجه وراكي. بسيب حاجه ورايا؟ اه صح. بس يعني جربانيكس يعني ايه جربانيكس؟ عادة الاتصال الهاتفي بين الطلاب وأهلهم بيتضمن نصايح وتوجيهات، لكن الاتصال بين رنا ووالدتها تضمن هالمرة مجموعة ألغاز. ألو؟ أي يا نورين. أي يا ماما. أي حبيبتي. حبيبتي. أنا عايزاكي تقفي زي السبع. أوكي. أسد. أوكي. خليش حد يكسرك. حاضر. خليش حد يحبطك. حاضر. مش مطلوب منك أكتر من ده. أوكي. إحنا؟ مش عايزين منك والفنز بتاعك مش عايز منك اكتر من ده. حاضر يا ماما. عايزك تركزي. حاضر. وتقوليش على نفسك وحشه. أوكي. ما حتى لو غلطتي ما تقوليش انك غلطت وما تقوليش على حد تاني حلو. أوكي. وابعدي عن زينب وجان. ايه ده ليه؟ إيه بس كلميهم عادي في التعامل العادي. مدرسه الحنيه الزايده اللي انت فيها انت مش فاهمه حاجه. ليه يا ماما؟ خلاص ما فيش داعي. اوكي خلاص ماما. انت مش فاهمه حاجه. اوكي خلاص. اتعاملي بطبيعتك ماشي بس بلاش الحنيه الزايده. انت ما تعرفيش اي حاجه في اي حاجه. اوكي ماما خلاص. وقفي على ارض صلبه. حاضر. وما يجيش حد ينتقدك وتقولي انا غلط. انا ماما خلاص يا ماما مش عايزاك تكلميني عن حد تاني بليز. الو. ايه رونا. ايه يا بابا. ايه حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله حبيبي تمام. لا خليكي تمام خليكي تمام ما تقلقيش. ربنا يستر. بس عايز اقول لك حاجه. علي لي صوتك كده. نعم سامعني؟ اه سامعك كده كويس. احسن اتنين عملوا ازال انت وسكينه ده بشهاده الاساتذه مش احنا ولا حد. الحمد لله. ايوه يا بابا معاك. سامعاني؟ والله سمعني. اقسم بالله هم اللي شهدوا بكده. ايوه فاهم. بس ده هنشوف اخر كل مدى ما بيزيد فنزك. الحمد لله يا رب. بسبب الظلم ده كل مدى فنزك بيزيد والله. الحمد لله. وعنده اصرار وعزيمه. الحمد لله. ولما نشوف يعملوا اللي هم عايزينه. المصريين عندهم عزيمه. انت عارفه المصريين عندهم عزيمه. فنزك كله. الحمد لله يا رب. المصريين بس. الحمد لله. فنزك كله عنده عزيمه يا رنا. الحمد لله. وما تقلقيش. وانا كمان عندي عزيمه يا بابا ومش بيأس انت عارفني. ايه؟ انا كمان عندي عزيمه ومش بيأس. اه يا ريت يا ريت انا بقى ده عايزه بقى. ما تقلقش. مرسي. ما بيقول انت سكينة احسن اتنين عملتوا ايه بقى؟ بيقول ده بشهاده الاساتذه نفسهم على فكره. قال لي انا مش بجيب الكلام ده عندي. انت وسكينة احسن اتنين عملتوا ايه بقى؟ مش هقول. والله العظيم بابا قال لي كده. قال لي كانت مش انا اللي بقوله الاساتذه هم اللي بيقولوا. طيب يعني انه منين لانه عملنا احسن ايه بقى؟ يلا فوت يا حلو. طب يلا فوت احكي. بس للاسف ماما حذرتني من اتنين ما كنتش عايزه ده يحصل. ما سمعتكش. ماما حذرتني من اتنين في الاكاديميه. بلاش اقول مش هينفع اقول لك. ما خلاص قالت لك يعني في مليون الف واحد قال. خلاص بعدين لما تطلعي تعرفي احسن. عشان انا نفسي لحد دلوقتي مش عارفه ايه اللي حذرتني منه. قالت لي انت ما تعرفيش حاجه ابعدي عن الاثنين. ابقى مش قالت لي مش حذرتني. قالت لي ابعدي عنهم اصلا. قلت لها ماما ليه بتقولي كده؟ قالت لي انت مش عارفه حاجه. قالت لي بلاش حنيتك الزايده على الفاضي. مش هقدر اقول مش هقدر اقول. بس سوري يا ماما مع احترامي ليكي طبعا انت عارفه قد ايه انا بحبك واحترمك. انا مش هينفع ابعد عن حد. كلهم لازم اتعامل معاهم زي بعض زي ما انا اتعودت. وحتى لو في حد بيعمل حاجه انا معايا اللي احسن من اي حد. معايا ربنا الحمد لله. انا بتعامل بضميري واللي بيتعامل بغير ضميره اكيد ربنا هو اكتر حد ممكن يقدر يتعامل معايا. كمان مره رح نتوقف مع بريك صغير وبنرجع. نرجع لاخبار الطلاب وبذكركم انه اخر الفيديوهات والصور بتتابعوها عبر www.starakarabia.com. رنا وسكينة عاملين حلف ثنائي بالأكاديمية والمقلب هالمرة ضحيته محمود. أكيد ضحية. يس. ما نخش حبيبين. أوكي. بنت.
والله حرام عليك. وانت نزلتوا امتى؟ ما انت كنت شايفه انا جسمي 10 اقسم بالله كاني كهربت. خبتني. يا عمل ده حبيبي اعمل ايه انا صوت يعني واخيرا خطينا محمود عبد الله احنا حققنا الامنيه اللي انت كنت بتتمناها زمان وخدينا محمود فيكم تتواصلوا مع الطلاب عبر الفيسبوك وتويتر وهاشتاج الاسبوع خلي نجمك يلمع اما هلا فخلونا نشوف سبب انزعاج زينب من رنا وسكينه قول لهم يناموا عشان بكره عندنا فوكاليز واطفي النور قول لهم يناموا طيب اللي مش عايز ينام يعمل ايه ينام افقع وجهه قالت لي مش بهرج اقسم بالله لو سمعت شي حدا فيكم حكيتها او مضربه والله احنا عايزين بس نوشوش كده خلصنا من ليليا جات لنا زينب ممكن نوشوش كده بليز اسكتوا دلوقتي على فكره ليليا كانت بتنامنا من بدري واللي تصبغ شعرها بالاصفر تطلع لنا كده فجاه كده كده انا عايزه اقول لكم حاجه انتوا عارفين الساعه بقت 3 الصبح ولا لا اقسم بالله يا رنا 3 الصبح والله بكره مش هنقدر نصحى ومش هنقدر نغني مش هنقدر نجيب الطبقات العاليه انتي بتحلمي بالطبقات انتي ومحمود وجان بيحلموا بالطبقات عشان انا لازم احلم بالطبقات عشان انا صوتي كله طبقات طب ممكن تنامي عشان بكره تجيبي الطبقات النمله لما بتيجي تذاكر بتقعد فوق الجبل هي بتدرس نمله فوق الجبل ليه عشان تدرس دراسات عليا رنا تعالي طب ليه تبرد شوي بتذاكر جنب البحر ايه بتذاكر جنب البحر ليه مين النمله بتذاكر جنب البحر ليه عشان تبل ايديها كده وتقلب الصفحه ايه ده جيت حضروني رنا تعالي طب ليه النملة بتحب تدخل الفريزر؟ ايه ده؟ آه عشان تتبرد؟ عشان تتزحلق على الجليد فكرتني في النملتين اللي راحوا السبا طب بطة ماشي على السور بطة؟ ماشي على السور وقعت ليه بطة ماشي على السور وقعت ليه يعني عشان السور خلص والله يا زلمة ما تقتلنا رقبت كنترولك في شوية النكت دول طب ليه الدجاجة شايلة شايلة جزان كنترول ممكن تطفي النور عشان انا عايزة انام فرخة شايلة جزان في اكل راح فيه لا نتمشى كده ونطلع يلا خلاص يلا يلا عايزين please stop on not please guys thank you guys thank you close the lines آخر بريك مشاهدينا بحلقتنا الليلة وبنرجع لآخر أخبار الطلاب هالأسبوع رنا وسكينة بدائرة الخطر فهل المنافسة رح تبعد أم تقرب بينهم أكتر؟ شو بيقولوا الصبيتين عن هاللحظات الحرجة يلي عم بيعيشوها؟ أولاً دي تاني مرة بتحط في موقف وحش زي كده أني بطلع النومينيه مع أقرب الناس ليا أول مرة كان مع عبدالله ودلوقتي مع سكينة في الحالتين نفس المشكلة بتاعت الأسبوع اللي فات في الحالتين هبقى متضايقة بس صعب يعني تعودنا على بعض قوي يعني خاصة أنا وسكينة تقريبا ما بفرقش بعض خالص وإحنا نفضل صحاب طول العمر إن شاء الله
انا اولا عايزه اقول ان محدش هيحس بالموقف اللي انا فيه غير لما يتحط فيه ايا كان. حتى سكان الاسبوع اللي فات كنت بحكي لها عن اللي انا حاسه بيه، ما كانتش تبقى حاسه قوي غير لما طلعت معايا انه من الاسبوع ده. قالت لي دلوقتي حاسه بيه انت كنت حاسه بيه الاسبوع اللي فات، خاصه ان سكينه كمان اقرب لي. ان سكينه احنا واكلين شاربين صحيين نايمين مع بعض، مش بنفرق مع بعض حتى النوم. يعني حتى لما ببقى نايمه بالليل مثلا، لو انا صحيت من النوم خايفه بالليل، اول حد بصحى انده له سكينه، وهي كذلك بالليل لو في حاجه كانت تصحى من النوم رنا على طول. 4 شهور ما بنفرقش بعض، شايفين بعض على طول، من اقرب الناس ليا، يعني اعتبرتها من ضمن اهلي، من ضمن عيلتي، وهي كمان كده. بنبكي مع بعض، بنضحك مع بعض. مش عارفه قد ايه صعب الموقف، محدش هيحس قد ايه صعب الموقف غير لما يتحط فيه. الاسبوع اللي فات كانت من اكتر الاسابيع التوتر اللي انا كنت فيها، وكذلك الاسبوع ده. بصراحه انا لو رجعت من غير سكينه مش عارفه ازاي هعرف اكمل. يعني اكيد هكمل، بس ازاي هقدر استحمل ان انا اصحى من النوم وما اندهش على سكينه وما اسمعهاش وهي بتنده عليا، خاصه ان كمان عبد الله ما بقاش موجود، يعني ولا سكينه ولا عبد الله. انا نفسي اكمل، نفسي اكمل للاخر. انا كنت جايه هنا وهدفي ان انا اكمل للاخر، واكيد سكينه كمان زيي. مش عارفه الموقف صعب قوي، بس انا نفسي اكمل للاخر، ونفسي الناس تشجعني وتساعدني ان انا اكمل للاخر. ليه جمهور بدي اياه يصوت لي؟ لانه انا يعني بعتبر حالي فنان. صوت حلو، شخصيه رائعه جميله، وبحب الناس قوي، قلبي طيب. واكيد بوعدكم انه بحياتي ما راح اخذل الفانز تبعي. شو قول يعني انه حلوه بعقد، شعراتي حلوين، عيوني، اكيد عندي جمهور، وبحيي احلى جمهور سوق. اي لاف يو. اوكي روي سكينة بليز. افترقنا وابتديت الوم في روحي واقول لي يا ريت كل يوم بيعدي اصعب، والفراق اصعب واصعب، كل يوم على نفسي بصعب إننا ستونا. يا ريتني قبل ما قلتها أنا كنت مت في وقتها، أو حتى كنت حسبتها. أديني جيت بعد نسيت، اديني بدربت النهدي دان، اديني بتعذب بجد، هو من عذاب لعذاب اشد، وبالامان انا انتهيت. مسرح رنا سمح له، حال زينه هذه مع فوضى الغقر. واو شوفي قال لي بليز والله خلاص عندها تليفون دلوقتي. ميرسي يا هشام، ميرسي يا هشام مصري. واو ميرسي شعبان، ميرسي وعبد الرحمن فتحي، ميرسي مش مصدقه والله. مش مصدقه.
مبروك لفريق هدى، هو اللي كسب اللعبه. بس في قلبي اي لاف يو. لا 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 بينادى عليك نبيل. واو خطير. مكه تعالوا بمكان ثاني. هيدي مكان اخوك. ده اخوك اللي بعد جورج رنا. عندك خليات لمين هاي؟ جورج بدي شي ماري. مين هيدا؟ زينب اسامه نجمه بكل المقاييس. شوفي انا فوديل بليز. سكينه فوديل. اه عن جد اوكي. ايه سكينه فوديل. ميرسي ميرسي على كل حاجه. ميرسي على كل حاجه. قال لك حياتي زينوبه انا احبك كثير وفخوره فيك. انت نجمه. انا خيك جورج كانه عارفني عن جد. شو مغروم بسكينه؟ شو ده عن جد كانه عارف. مش هالي بتحطي منه؟ ايه؟ استنى شمي انه هيدي هي شمامة. ولا شمامة مش معقول. اهل السعودية مثل اهل الكويت مثل الخليج كله. بتحطي منها ولا لا؟ مش هيك؟ لا انا اصلا بحبها. جورج عن جد طلع بيعرفني اكثر منك. يا جورج ثانك يو سو ماتش. انا وخيي واحد عن جد. ليك مبيض لي وجهي على طول. تحية لاهل الارض. بحبك تعرف لازم اوقف سكينة. ولازم تعالي تعالي بليز بليز تعالي شوف مين الأردن بتحبك كثير ومصعب كثير بحبك ودائما بيحكي لجمهوره والأهله لازم نوقف معها ونلقب ليها. وانت حسيتي؟ انت اللي حسيتي انت. ماي جاد انا سكينة رنوش يا صوت الجهير كريزي جيرل فادي رح احب اكيد هيك عشان الحجيره. شوكولاتي سكر. هلا عندي ساعة رجالك شوكولاتي رجالك عن جد؟ ما بعرف تعلم منه. قولي ما عندك شيء. شفتي وراك شفت كثير حلوه. جاي شوكولاته كثير شوكولاته كثير. ميرسي. بدي قال لي شوكولاته واو. تستاهلي مزيان اوكي. خاص تكوني في من رحيق وكريزي جيرل وماجستير واحمد العالمي. وبليز فيستيفال خليني افكر. بموت فيك. ميرسي بجد. مش معقوله. حلقتنا مشاهدينا لليل انتهت. ما تنسوا تلاقونا بعد وقت قليل بالبرايم. برايم كتير حلو. كونوا على الموعد وأكيد بكرة بلاقيكم كمان مع آخر أخبار الطلاب بحلقة جديدة من يوميات ستار أكاديمي. إنسانية كانت مشاعر بس لي. إنسانية أكيد هو في تدخل. لا غصب عني غصب عني إحساسي خاني لما قلت ليش زمان. هو على أغنية بتجنن. حسي بيا ومن عيني كمان في عمره وهو عمره ما حبني ولا حتى كان.